اي هذا طال عمره واحده قالهم صقر. لا لا جاك السلام. واحده قالهم صقر شكت بزوجها انه بيتزوج. اي حست جاها علم انه بيتزوج. قالت ابو صقر انت سامع علم انك حول زواج او تبي تزوج؟ قال انا ابد مو صحيح ولا يمكن القى ازين منك يا ام صقر. قالت اسالك بالله. قال والله العظيم صقر. قالت زين بسالك ابو صقر انا لو اموت تبي تزوج عقب ما اموت؟ قال والله ما ادري ايش يصير على الدنيا. قالت شوف انا اسمح لك لكن بشرط واحد تعهدني بالله انك ما تزوج لين اشوف قبري. ايوه قال عهدك بالله اني ما اتزوج لين اشوف قبري. تمام. المهم بعد 4 سنوات توفت ام صقر الله يغفر ويرحمها. الله يغفر لها. وابو صقر طلع على بالها الزواج. ايه كل ما يجي يطلع عمر القبر منها يدعي لها ومنها بيناظر ويا نشوف ولا يبي العرس مساكين يبي ناظر القبر نشوف ولا. وكل ما جاء لها القبر رطب. امس دافين واحد طلع عمر اليوم ناشف قبل امس دافين واحد اليوم ناشف وقاعد الرجال سنه ولا رطب لا القبر ما بعد انشف مدفون العقبه يمكن 100 واحد كلهم ناشفين الا هي كلهم ناشفين الا اللي قبله واللي بعده ناشفين الا ام صقر ما نشف. قال بروح اسال لي شيخ بقول يا شيخ سال شيخ وقال يا شيخ انا ام صقر رايت خير واعمالها خير لكن يا شيخ هل هذا القبر يوم انها رطب يدل على انها رايت خير؟ قال الشيخ انا بنروح نشوف القبر انياك الصبح بكره هو يروح دائما العصر مسيان الى طلع من الدوام وارتاح وها يروح مسيان عشان يبي يدعي له ويناظر القبر هو نشوف تصير الخطبه عقب المغرب ولا الرجال يا طال عمر قال الشيخ خلاص بكره الصبح ان شاء الله تمرني نروح هناك نشوف ايش قص القبر ذا. يوم دخلت عمر المقبره ولا يوم ناظر اخو المراه يرش القبر عدي عطي الله هو يرش القبر هو يمسكه قال تعال الله ينشف دمك الحين انت شافتك؟ قال والله قال انت ايش جابك انت؟ قال انا جاي الصدفه والله الشيخ قال لي بيطلع الصبح طلعنا ولا ترش القبر ايش عندك؟ قال انا والله اجي كل صبح ارش القبر. قالوا من سمح لك؟ قال والله اني مخالف امانه امانه تقول مصيتني وصيتي تقول ابي اوصيك وصيه ولا احد يدري امانه انك اذا مت ترش قبري كل صبح ولا احد يدري ولا احد يشوفك تاكل ولا احد يشوفك الين يموت بخلط. لا اله الا الله لا قوم كيد حق ابو صقر لين يموت ابو صقر تبي تحرمه من الزواج وهي ميته. لا اله الا الله. لا شوف غيره النساء الله يطول اعمارها الغيره امين. فسبحان الله العظيم فوصته وصيه طال عمر انه ما ومش اخوها بيبان عليها انه ما طال عمر ما تزوج لكن بعدها تزوج ولا؟ احد والله ما ندري عنه لكن نشف ريق اخوه ما راح المحكمه ناوي يتزوج خطب له الشيخ وراح وخطب له الشيخ لا 24 ساعه ويشوف القبر وتجوز يربط اخوها